صوت الكرواتيون مؤخرا في الانتخابات البلدية التي أقيمت كاختبار لحكومة اليسار قبل فترة وجيزة من دخول جمهورية يوغوسلافيا سابقا إلى الاتحاد الأوروبي. كرواتيا التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من جويليا القادم تجد نفسها الآن مسؤولة عن حماية أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود البرية للكتلة الأوروبية مع البوسنة وصربيا ومونتينيغرو، والتي تعتبر مهمة صعبة في هذه المنطقة التي يمثل فيها الاتجار الخفي والتهريب بجميع أنواعه وسيلة من وسائل العيش ونمط حياة. ولمواجهة هذا التحدي أنفقت كرواتيا عشرات الملايين للحصول على معدات فعالة لمراقبة الحدود في هذا البلد المتواجد قرب طريق البلقان الذي يمر عبره مهربي المخدرات والأسلحة وتجار اللحم الأبيض إلى أوروبا الغربية. وبداية من يوم 1 جويليا سيصبح ممر كارازوفيتشي الموجود على الحدود مع مونتينيغرو أحد البوابات المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح كرواتيا أو الجمهورية اليوغوسلافية سابقا إلى الانضمام إلى البلدان 26 الأعضاء في مجموعة شنغن قبل نهاية العام 2015. إن الاتحاد الأوروبي مشروع مهم جداً، جاء في الأصل ليكون مشروع سلام ونمو اقتصادي. بالنسبة لنا كبلد يخرج لتوه من فترة حرب، هذا المكون السلمي له معنى خاص، ولهذا السبب نريد الانضمام للاتحاد الأوروبي ونأمل أن تفعل الدول المجاورة نفس الشيء. الانضمام للاتحاد الأوروبي يفتح لنا أبواب تمويلات أوروبية مهمة من شأنها مساعدة الاقتصاد الكرواتي ليصير أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أنه لدينا الكثير لنقدمه من جهتنا للاتحاد الأوروبي في بعض المجالات كالسياحة، فكرواتيا تقوم بعمل جيد جدا على هذا الصعيد. إن انضمام الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي هو مصلحتنا الوطنية، وهو في مصلحة تحقيق السلام ودفع الاقتصاد لفائدة جميع شعوب هذه المنطقة. سندعمهم سياسياً بالتأكيد، وسندعو لسياسة التوسيع والانفتاح. لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل، هذا باختصار ما يردده معظم اللاجئين في مركز استقبال مؤسسة الشرق والغرب في الرباط، فهم يواجهون معضلة في المغرب بلد العبور للاختيار بين البقاء هناك أو مواصلة طريق المنفى. هنا الحال لا تشبه الوضع في بلدي، هذه حياة جديدة وهي مختلفة جدا عن بلدي، ولا يعاملني كل الناس بلطف وذلك بسبب لون بشرة المختلف. أشعر بالوحدة ولكن بدأت أتأقلم مع الوضع، وأعتقد أن المستقبل يخبئ لي حياة أفضل، أعتقد ذلك. وتفيد بعض الجمعياتنا عدد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء في المغرب كان يتراوح نهاية العام الماضي بين 20 و25 ألف، وهم يأتون على أمل العبور إلى إسبانيا، لكن المملكة التي كانت أصلاً بلد عبور تحولت شيئاً فشيئاً إلى بلد استقبال. بعضهم في حالة فقر شديد، نحاول أن نؤمن لهم منزلا أو نوفر لهم على الأقل ملجأ، نقدم دعما ماليا لهؤلاء الأشخاص ما يساعدهم قليلا على الاندماج، ومن ثم يتوجب عليهم أن يحضروا مشاريع. ومن بين هؤلاء حوالي 1000 لاجئ، من بينهم 500 امرأة وطفل، معظمهم من ساحل العاج والكونغو الديمقراطية فرين من الحرب، ويسمح لهم هذا الوضع الذي تمنحه المفوضية العليا للاجئين بالتطلع إلى بناء حياة أفضل. أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن عزمها على إرسال روبوات متطورة للقمر بحلول عام 2020، وذلك في إطار خطة مستقبلية يابانية لاستكشاف الفضاء. وتعكف تويوتا على تنفيذ تصاميم جديدة حملتها ورقة بعنوان أعمال استكشاف القمر باستخدام روبوتات متقدمة بحلول عام 2020.
والروبوتات التي تعتزم تويوتا إرسالها للقمر ستعمل بالطاقة الشمسية وتسير على عجلات روبوتية ومزودة بهوائيات وأجهزة اتصال ومحركات تساعدها في السير، وبعضها له نابض آلي لإتاحة الحركة بالقفز. وطرحت شركة يابانية أخرى تدعى تاكارا تومي جهازاً جديداً على شكل روبوت صغير يستخدم في تنظيف وتلميع كافة أنواع الشاشات اللمسية بطريقة سهلة وسلسة، بدلاً من الطرق التقليدية المستخدمة حالياً في تنظيف شاشات الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو الأجهزة المحمولة الشخصية وغيرها من الشاشات الداعمة لتقنية اللمس والمعرضة للاتساخ. وتخطط الشركة طرح هذا المنتوج بالأسواق اليابانية في العام المقبل بسعر 1575 ين ياباني، حوالي 12.7 يورو.